كتب الأستاذ الدكتور مازن المبارك شيخ شيوخ اللغة العربية في زماننا حفظه الله تعالى في أخلاق دمشق. دكتور مازن المبارك موجود أطال الله في عمره مع الصحة والعافية، كتب كتيب اقرأه في أخلاق دمشق، يقول: حين كان عساكر الفرنسيين يدمرون دمشق ويقصفون أحياءها في شهر تشرين الأول 1925، شاعت الفوضى في المدينة واضطرب الناس، وتركت عائلات كثيرة بيوتها خوف القصف، وخشي الوطنيون أن يلتبس الأمر على العامة، فقام حسن الخراط وجماعته بحماية بيوت النصارى خشية أن يعتدى عليها أو أن تنهب بيوتهم. خاف أنه بجوز عامة من الناس، أولادون الفرنسيين مسيحيين، هن عم يضربونا وهم في مسيحيين، روحوا يا أخي اقتلوا المسيحيين اللي هون، خذوا أموال المسيحيين اللي هون. فراح هو وجماعته يحمون بيوت النصارى، مجتمع مربي، كل المجتمع تربى تربية عالية جدا، لا حدا بيمد إيده ولا حدا بيخطر لباله أن يأخذ شيئا ليس له. هذه التربية المجتمعية انتقلت يا أخوان من مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تباعا حتى وصلت إلى آبائنا وأجدادنا. هلا هي بإيدنا، يا من وصلها يا من قول ما دخلنا، وأهل حمد تنتب حمد وفخار يكسر بعضه. وأخي هلا لا تحكي، إذا حكيت بيجعك راسك، بالتالي منضيع على أبنائنا مادة قوية في التربية، فنضيع ويضيع أبناؤنا لا سمح الله.